في قبو أو محطة قطارات أو ملجأ يختبئ الهارب من الموت. هكذا هي الحرب، وهكذا يكون مشهد المدنيين خلالها. أما هؤلاء فاختاروا الخروج من بلادهم وحماية أطفالهم، فكانت دول الجوار أول خياراتهم، وتكدسوا على حدودها وبدأوا رحلة لا يعرف تاريخ انتهائها. لكن دول الجوار أعلنت أنها بدأت بالتجهيز لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين وتسهيل معاملة دخولهم. الجارة الغربية بولندا أعفت الأوكرانيين من شرط حمل الأوراق الثبوتية أثناء الدخول إليها، كما أرسلت قطاراً مجهزاً بعربات لتوفير الرعاية الصحية. سينقل جرح الحرب إلى وارسو لتلقي العلاج، ويحمل أيضاً مساعدات إنسانية. الأمم المتحدة قدرت أعداد اللاجئين بنحو 150,000، مرجحة تزايد الأعداد مع استمرار القتال إلى 4 ملايين لاجئ أوكراني. عائلات تفرق أفرادها، إذ اختار عدد من الرجال في أوكرانيا حمل السلاح للتصدي للتوغل الروسي في أرضهم، ورابطوا في الشوارع، بينما أرسلوا عائلاتهم إلى مكان آمن سواء خارج أوكرانيا أو داخلها، بينما لجأ بعضهم إلى تحضير قنابل المولوتوف لإلقائها على الدبابات الروسية وعرقلة تقدمها. من مكان اللجوء يراقب الأوكرانيون حال منازلهم بالكاميرات الموجودة فيها، لكن آلة الحرب الروسية لم تفرق بين أحياء مدنية ومواقع عسكرية على ما يبدو، فتحول عدد من المناطق السكنية في أوكرانيا إلى ميدان قتال. بعد إخفاق الغرب إيقاف الحرب على أوكرانيا، يصر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي على حشد تعاطف شعبه ويحثهم على التصدي لما أطلق عليه الاحتلال، دون أن ينسى الظهور ببزته العسكرية بين المقربين منه والتأكيد على أنه لا يزال في كييف. فاتن يوسف، تي آر تي عربي.